اهلا وسهلا فيكم. اليوم انا صفيت حيدر الالكترونكس. اليوم بدنا نحضر طلبيه مدينه الاحصاء اللي هي جهاز تنصت الميناي 8. طبعا الميناي 8 اللي انا شارح عنه من قبل اللي هو بنحط له خط وبنتصل وبنسمع شو عم بيصير. خلينا نتعرف اكثر على الخطوات اللي احنا بنتبعها لنقدر نحن نبعث لكم هول الاجهزه، ويلي بحب وين ما كان، ان كان بالسعوديه بكل مناطق السعوديه او باي منطقه بالعالم، بيتصل فيني بيحكيني على الواتساب وبيطلب الأجهزة. في جهازين، جهاز مع خط وجهاز بلا خط، أكيد أنا بشرح له أكثر عنهم. خلينا هلأ نشوف التفاصيل والخطوات ونفحص الأجهزة ونبعتها. أول خطوة اللي هي إرسال الأموال. طبعا هون مثل ما شايفين أنا المستلم محمد عصام الغدا في المكان السعودية. أوكي، هون 1335 ريال يعني هني بيطلع 534 ألف ليرة. أوكي، هيدي أول خطوة. أول خطوة أنتو بتبعتوا المصاري أو الأموال. تاني خطوة اللي هي فحص الجهاز. ثالث خطوة يلي هي من بعد ما نحن نبعت الجهاز حاستعرض الفاتورة لما انا ابعت الجهاز على مدينة الاحصاء. اوكي، وهلا مثل ما شايفين هذا هو الجهاز، جهاز الميناي 8. انا حكي عنه قبل الفيديوهات. بتمنى منكم تراجعوا الفيديوهات، تعملوا سبسكرايب كمان، لايك وشير للصفحة. طبعا خليني اذكر ارجع فيه، هذا الجهاز المميز فيه انه نحن بنحط خط بقلبه. من بعد ما نحن بنحط خط بنبعت مسج على الخط الموجود، خطنا الخط الموجود يلي ما بده انترنت بقلب هيدا الجهاز. هيدا الجهاز بضاين تقريبا حسب ما قايلين الشركة فوق 30 ساعة، او ممكن يوصل يمكن لايام من ضيان البطارية، او عم نحكي نحن كستاند باي كمان. طبعا هيدا مجرد ما نحن مش نكون قريبين عليه، يعني نحن فينا نكون باي مسافة ممكنة، ممكن حتى يكون من بلد لبلد. هيدا الجهاز بيعتمد الخط يعني الاتصال. اوكي، فهيدا شيء طبيعي ما بيأثر اذا نحن كنا ابعاد عن هيدا الجهاز. طبعا اكيد هون نحن بنشرجه، بيتشرج كمان، بنحط الشارجر وبيتشرج عادي طبيعي. اكيد معه الانستراكشن اللي نحن بنقدر نستخدمها فيه، ونشوف على شو بيحتوي الجهاز، شو خدمات الجهاز. بس نحن الخدمة الاساسية اللي بهذا الجهاز اللي هو الفويس كول باك، او اللي هي نحن بنتصل بالجهاز بسكر بيتصل فينا وبنسمع شو عم بيصير. بنفس الوقت بنكون نحن منزلين طبعا ريكوردر او كور ريكوردر على التليفون، اذا بينزل على التليفون كور ريكوردر فبصير يسجل مكالمات. واكيد هيدي غير مسامح شرعا استعمالها بالامور الضاره، هي بس لحمايه عائلتنا وللاولاد، لحمايه الاولاد وهالامور بس. خلينا هلا مع الخطوه الاخيره يلي هي الفاتوره اللي نحن حناخذها من بعد ما نبعت هيدا الجهاز على السعوديه على مدينه الاحساء بالتحديد. وهلا بالنسبة للخطوة الأخيرة يلي هي نحن بيعطونا فاتورة لما نبعت الجهاز، بيعطونا فاتورة. أكيد شركة اليو بي اس في تراكينج نمبر، بيقدر الشخص يتبع وين صار الشحنة تاعيته، وين صارت بالضبط. أوكي، أكيد أخفينا بعض المعلومات الخاصة والبرايفسي. طبعا هون الإحصاء المملكة العربية السعودية. أوكي، هلا لأي شخص حابب يطلب بالمملكة العربية السعودية أجهزة التنصت بيحكيني على الواتساب، بكون بخدمتكم دايما وبتشكركم على المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم.